الوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات توقع على اتفاقيتين في إطار خلق فرص الاستثمار، الأولى بين الوكالة وغرفة التجارة السوداء والثانية مع شركة ستيرلينج، وكلاهما مؤسستين أمريكيتين، وتمثل هاتين الاتفاقيتين خطوة مهمة في تشجيع التجارة والاستثمار بين تشاد والولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز فرص الاستثمار في تشاد وتشجيع الشركات التشادية على استكشاف الأسواق الأمريكية. المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمارات والصادرات قاسم هليكي محمد شوا قال إن مثل هذه الاتفاقيات تمهد الطريق للعديد من الفرص الجديدة للبلاد مع شركائها. الاستثمار في تشاد والتجارة الخارجية في نفس الوقت. خلاص الاثنين ده يكون لنا مهمة جدا للإتود دي فيزابيليتي وللموبيليزاسيون دو ريسورس كمان. نحن يعني مشكورين جدا في حاجات كتير كده نستنوا من الاتفاقية ده. ويعني اليوم ده أول مرة نرسم اتفاقية زي ده، وخلاص من بعد اليوم يعني يكون علاقات مهمة جدا بين تشاد وأمريكا في التجارة إن شاء الله. هذه الاتفاقيات تمنح الوكالة أيضا الوصول إلى أسواق منطقة بحر الكاريبي والأسواق الإسبانية وأسواق الشتات الإفريقي في الولايات المتحدة الأمريكية.